أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف هنا في الأستوديو معنا الشاعر الأستاذ ياسر طويش من سوريا. أهلا بك أستاذ ياسر، حيا الله بك في بيت القصيد. أهلا وسهلا بكم أخ مصطفى، تحية لك وشكرا للإضافة، وإن شاء الله يعني سعيد جدا في هذه. أنا أتمنى أن تكون إضافتي نوعية لقناة، ستكون نوعية ولا شك في ذلك العزيز أبو علاء، وستكون للشعر. نحن واثقون، قل ما تحب. الشمس تغرق في ناري وفي لهب، والبحر يغرف من شعري ومن أدبي. الله، فأنا قبل أن نبدأ هذا النقاش الجميل، ابقى معي، حاول أن تكون معي. وأود أن أعايد بهذه المناسبة السعيدة لأهلنا، نعم، وأحبابنا في الأمتين العربية والإسلامية. نعم، إذا سمحت لي يعني. أكيد، حبا وكرامة، تفضل. لن أخرج عن النص، اطمئن. أكيد ولو. نعايد باسمكم يا نور عيني، نعايد باسمكم يا نور عيني، نعايد باسمكم يا نور عيني لأهلنا فوق أو تحت القبور. نعايد باسمكم يا نور عيني لأهلنا فوق أو تحت القبور. نعايد لليتامى والسكالى وللشيخ الكبير وللصغير، نعايد للحفايا والعرايا بما ملكت من صدق الشعور. نعايد للأشاوس للنشامى لأبناء النسور وللصقور وللشهداء في وطن يعاني الله من الويلات في زمن الفجور. وللشهداء في وطن يعاني من الويلات في زمن الفجور. جميل هذا البيت أستاذ ياسر. فلا نامت ولا قرت عيون. فلا نامت ولا قرت عيون تخلت عن مناصرتي فقيري. نعايدكم ونوعدكم بفتح قريب من لدن رب قدير. نعايدكم بتحقيق الأمان لنحيا فرحة النصر الكبير. نعايدكم بتحقيق الأمان لنحيا فرحة النصر الكبير. هذا مصر الكبير أستاذ ياسر الذي تحلم به كل روح حالمة تستحق حياة أفضل. كيف للشاعر أن يؤسس لهذا النصر في وجدان الناس والبسطاء؟ عن مهمة الشاعر من أجل إحياء الأمل دعنا نتحدث قليلا. مهمة صعبة هذه، أليس كذلك؟ أجل. تفضل. يعني في زمن عصر النت، نعم، في زمن عولمة التكنولوجيا، عولمة العقول، في هذا الزمن لا أنت وأنا أتحدى في هذا الكلام، ولا أنا وكل من كتبوا عن الشعر وعن الأدب، أتحدى في هذا الزمن الرويس. أنت لا تستطيع أن تقول كل ما تريد قوله، ولا أنا أحسنت أستطيع أن أقول، نعم، كل ما أريد قوله، فإما في المعتقل وإما باي باي. هناك شرطة تقف على أفواه البعض. يعني أنا لن أتعرض الآن، نعم، إلى نزار، نعم، وشعراء، صحيح، فلسطين كل كلا. لا، يعني نحن في زمن أنا أضعه بين قوسين زمن الصعب. أسأل الله أنه يواكب لهذه الأمة ويوفر لها قائد يخرج من بين الأنقاض كطائر الفينيق. وإن كان كل 500 عام لا مشكلة، لا نعدم الأمل أكيد. وفي القصائد شيء من الأمل أيضا، ولكن قبل القصائد نريد أن أتيتك، أنا سأقاطعك، اسمح لي وسأخرج عن مقاطعة خارج النص. أتيتك حاملا قلبي بكفي،
أتيتك حاملا قلبي بكفي. أمسي أسعد الله مساك. أسعد الله مساك وطيب مساك. سأقول يعني ما تريد أن تسألني هنا. نعم. أتيتك عاشقا قلبا وعقلا. إيه؟ أنيس الأنس شرفه لقاك يا مصطفى. الله الله، أشكرك أشكرك على هذا التشريف. أتيتك هائما قولا وفعلا وبي شوق كبير إلى لقاك. أتيتك هائما قولا وفعلا وبي شوق كبير كأن الله إلى لقاك. كأن الله كأن الله ربي قد تجلى بعزته أعزك واصطفاك. أشكرك. كأنه حين عرفنا عليكم لحكمته أعزك وانتقاك. الله. كأنه حين عرفكم علينا إيه؟ تحدى القوم فينا وابتلاك. إيه؟ فأكمل خلقة وأتم حسنا فأشرق من سنى النور سناك. أشكرك أشكرك يا الله، ما أجملك ما أجملك يا أستاذ ياسر. لكي مميز ما شاء الله، لكي تبقى منارا للمعالي، لكي تبقى منارا للمعالي، لتسعد بي إلى أعلى زراك. إيه؟ إيه؟ لتحيي كل ما مات بقلبي وتهديني بهدي من هداك. جميل. فرحت تنير في الليل ظلامي، وراح النور يسطع من سماك، وكنت الشمس والحساد ذابوا إيه. لتحرق كل من لهسوا وراك الله. لتبقى سيد الأحباب تسمو تباهي في زراك وفي علاك، فبورك فيك يا أوفى صديق على قلبي وطوبى لرواك. الله الله عليك، ما أجملك يا أستاذ ياسر. أتيتك من سما النعمان. إيه؟ أتيتك من سما النعمان نسرا، وكل منايا تحقيق مناك. الله. أتيتك من سما النعمان. أتيتك من سما النعمان نسرا، وكل منايا تحقيق مناك. أتيت الرافدين اليوم عصرا لأسمع عن حكاياتي هواك. أتيتك حاملا قلبي بكفي لأغرف من ينابيعي صفاك. إذا غابت عيوني عن فتاها أراك إلي تسبقني خطاك. أفاخر فيك أحبابي وناسي وأهلي خبأوك لذا وذاك، وشدوا في رباك بيوت شعر وحلوا رحلهم في منتداك، وأوقدوا نارهم بديار عز فراح البدر يرقص في فناك. فراح البدر يرقص في فناك. في فناك. ما أجمل هذا العزف وما أطربه وما أشجاه. الآن أريد منك شيئا مختلفا، ما رأيك؟ قبل الشعر سأقتطع القصيدة. قبل الشعر أريد منك شيئا آخر. الجمهور العراقي والجمهور العربي الذي يتابعنا من أقصى إلى أقصى وفي كل مكان على وجه هذه المعمورة، من المؤكد أنه يود أن يعرف شيئا ولو بسيطا عن الأستاذ ياسر طويش الشاعر السوري. كلمنا قليلا بما لا يزيد عن دقيقتين بما تحب أن يعرفك الجمهور العربي به. تفضل قل ما تحب بكل عفوية وبساطة. لا لا لا، ما لا يعني أنت 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 احكي إيش ما بدك. أنت وضعت يدك على الجرح. تفضل احكي اللي تحبه. شعب يعني أنا أقول شعبنا في العراق يعني بما عانى من الويلات كان يستحق أفضل من هذه القيادات. يا أخي أنت رجل رائع. لتسامح أقول لك كلم العراق أنت وتتكلم كل وزراء العراق وكل رؤساء العراق. جميل.
أنا أريد منك أن تتكلم عن نفسك الآن، كلمني عنك، عن طموحك الأدبي، عن مشروعك الشعري، عن تاريخك الثقافي بما لا يزيد عن دقيقتين، إلا إذا كان لديك رد شعري. أنا أريد أن أقول، يعني قل ما تحب. بدون أن أخوض بالأحاديث، أريد أن أقول لك من خلال الشام أتوجه إلى العراق، أتوجه إلى اليمن، وأتوجه إلى فلسطين، إلى جرح الملايين. تفضل. ما لي أرى الهم في عينيك يتعبها، يا ليت أحمل عنك الهم أو التعب. تفضل. هي قصيدة للشام. فالحزن في وجهك الأخاذ آلمني طورا وخلف في أحشائي اللهب. الله، أعد. ما لي أرى الهم في عيني يتعبها، يا ليت أحمل عنك الهم والتعب. الله. فالحزن في وجهك الأخاذ آلمني طورا وخلف في أحشائي اللهب وجمرة الدم ما كانت لتسبقني، وجمرة الدمع ما كانت لتسبقني، خوفا عليك أداري العين والهدوب. خوفا عليك أداري؟ أداري العين والهدوب. الله. ماذا أقول لأهلي إنهم رغبوا عنا لأن هوانا منهم اقترب. الله الله. وسائل الروح ماذا حل بي وبهم وبالفؤاد الذي من أجلهم غضب. يا الله. وباللقاءات التي ما زلت أذكرها أهفو إليها وإن شوقي لها غلب. وباللقاءات التي ما زلت أذكرها أهفو إليها وإن شوق لها غلب ساعات. أسأل قلبي ما الذي فعلوا بخافق الحر كي يرتد مكتئبا ساعات. أسأل قلبي كيف تذكرهم يا قلب، ثم يئن القلب مضطربا، وكيف نبسط راحا كي نصافحهم وقد أعابوا علينا الشعر والأدب. ماذا نقول لأهل المكرمات سوى أنا جرحنا وجرحنا في الهوى التهبا. ماذا نقول لأهل المكرمات سوى أنا جرحنا وجرحنا في الهوى التهبا. إيه؟ لم يدركوا القصد يوم الجرح يوم النزف، وحدنا كي يدحضوا الرأي أو أن يرفضوا طلبا. لم يدركوا القصد يوم الجرح، وحدنا كي يدحضوا الرأي أو أن يرفضوا طلبا. فعفة النفس ندري صون عزتها، نستمطر الشوبة إن فجر لها غربا، ونحن في القوم ما زالت كرامتنا موفورة الجاه إن جاه لها نسبا. ونحن في القوم ما زالت كرامتنا موفورة الجاه إن جاه لها نسبا. وأنت خذ مني بقى هيك على الهوى، وأنت يا مصطفى. الله. كل الصفا. لا مفاجأة. وأنت يا مصطفى كل الصفا والوفا. بيت القصيد وفحوى الشعر إن كتب. أشكرك. هذا إهداء مني للرافدين وبالعزيز وغالي. وأنت يا مصطفى بيت الصفا والوفا، بيت القصيد كل الصفا والوفا، بيت القصيد وفحوى الشعر إن كتب. ما ضرك اليوم إن أكرمتنا أترى، إن جف كرم أما من مطعم عنبا. والله أنت المطعم ما شاء الله. قل الحقيقة لا تخشى ملامتها، فالفارس الحر يأبى اللوم والعتبة. قل الحقيقة مجددا. قل الحقيقة لا تخشى ملامتها، فالفارس الحر يأبى اللوم والعتبة. حسبي من العمر أن أفني بليلته روحي وعمري، وأبقى العمر مرتقبا. حسبي من الحق أن تغني أصالته روحي وروحك، روح الحق مكتسبا.
كرمى لعيني كرمى لعيني كرمى لعيني راحي جئت أبسطها جاءت تحيي في اليوم الذي ارتقيت. الله الله. كرمى لعينيك جئت اليوم يا وطني وقد حملت إليك الشمس والشهوب. كرمى لعينيك جئت اليوم يا وطني جئت اليوم يا وطني وقد حملت إليك الشمس والشهوب. يا شام يا شام حسبك في التاريخ ما كتب. يا شام حسبك في التاريخ ما كتب. يا شام حسبك في الأحساب ما حسب. ماذا أحدث آه عن بني وطن عن العراق الذي سألتني عنه؟ ماذا أحدث آه عن بني وطني عن العراق وعما ضاع أو نهب؟ ماذا نقول لمن باعوا كرامتهم؟ ماذا نحدث عمن أصبحوا حطبا؟ فذاك بالأمس كان الشام يقطنها، شام التي أرضعته الحب والحبب، شام التي علمته العشق، كافأها باع المحبة والعشاق والحقبة. يا الله. ماذا نقول؟ ماذا نقول لمن باعوا كرامتهم؟ ماذا نحدث عمن أصبحوا حطبا عن الدمار، عن الدمار، عن الدماء التي ما زال يهدرها، عن الدماء التي ما زال يهدرها؟ شعبي العراقي لم نعرف لها سببا. إيه؟ لم نعرف لها سببا. لو كان خبر شاه شاه ما اقترفوا، لهب من نومه الأبدي وانتصب، وراح يشكر أمريكا وما بذلت من الجهود ليبقى الشرق منتحبا. ونحن نسعى لدرء الداء عن وطن، والبعض يسعى لملء جيوبه ذهبا ذهبا. إيه؟ يا للبنوب، أما عجت فوائدها في الغرب والشرق يجني منهم الريبا؟ ونحن في الشام والتاريخ يعرفنا، لا ندعي غير حق الحق مكتسبا. يا والله. مطلبا طريقنا نحو بيت القدس نعرفها. جميل. فنحن أول من ضحى ومن وهب، والنار تنضب مهما آدم وقدها، والحب في الشام باق بعد ما نضب. هي الشام، هي الشام ستحمي كل معتصم بالله، هي الشام ستحمي كل معتصم بالله محتكم بالحق النكبة. والله. الشام تفتح للأضياف إن نزلوا، دار الضيافة لا تستفسر السبب. والله. الشام تفتح للأضياف إن نزلوا، عظيم، دار الضيافة لا تستفسر السبب. الشام تغدق للعشاق ما رغبوا من الوئام، وتسقي الحب من رغب، لكنها الشام تأبى أن يساومها على العروبة من لا يثبت النسب. الله. لكنها الشام تأبى أن يساومها على العروبة من لا يثبت النسب. النسب صبوا على الشام، صبوا جام غيظهم لتنحني الهام، أو تحنى لهم ركبا. يا الله. عادوا بخفي حنين، كيف خاتلهم ذاك الحنين أمام شعبنا ارتعبا؟ واشنطن الآن تنوي فرض خمرتها
في ذنها العار، هل في الشام من شرب؟ وبعضهم أترعوا الكاسات وانجرفوا خلف الضياع. أما من غاضب غضب؟ أما من غاضب غضب؟ والعار هل يرتضيه غير ذي ذنب؟ سبحان ربك لم يخلق لنا الله ذنب. والعار هل يرتضيه غير ذي ذنب؟ سبحان ربك لم يخلق لنا لم يخلق لنا ذنب. ستصمد الشام يا أعداء أمتنا، ستصمد الشام، ستكمل الدرب مهما اغبر أو صعب طريقنا نحو بيت القدس. نعرفها فنحن أول من ضحى، ومن وهب فالنار تنضب مهما آذى موقدها. والحب في الشام باق بعد، ما نضب إلى اللقاء، إلى اللقاء بساحل القدس. فانتظروا يوما نحقق فيه النصر والأربة. إلى اللقاء. ويا جولان ننتظر يوما نحقق فيه القدس والنقب، يوما نحرر فيه القدس والنقب. ما أجمله من إلى اللقاء مفتتن. فصبرا يا مواقعنا، لن يرحم الزحف من لحقوقه اغتصب، لن يرحم الزحف من لحقوقه اغتصب، لن يرحم الزحف من لحقوقه اغتصب. الله الله، ما أجملك يا أستاذ ياسر. يعني هكذا تكون الغضبة للأمة، الغضبة للوطن، الغضبة للشام. طفت بنا في ديار الشام وذهبت بنا إلى العراق وانتقلت بنا كذلك للقدس، ومررت على طوف من جراحات أمة واحدة لا تقبل التجزئة، وخريطة ترفض إلا أن تنقسم على أبنائها الذين يحافظون عليها. أنعم بمثل هذه الروح العروبية الصادقة الندية بصدق ما تقول، وأكرم كذلك. فعلا لم يعني تكذبنا خبرا بجميل ما طرحت. قبل أن نخرج إلى فاصل، نريد قصيدة قصيرة من موضوع مختلف هذه المرة، ولك حرية أن تختار الموضوع، حتى وإن كان ارتجالا، حتى وإن كان قراءة غيبية، لك أن تفعل ما تحب، قل ما شئت، لا تثريب عليك، اليوم يغفر الله لك خطاياك، تفضل قل ما تحب. مصطفى، نريد نصا قصيرا، بعده سنعود الى قصائدك الطوال. تفضل. يعني اسامحك معلش بالخروج عن النص قليلا. اخرج عن النص كيف ما شئت. دعيت ب 93 بعد، نعم، الى المملكه المغربيه، مهرجان تطوان. اجل، نعم، ذهب. أظن أن لك دورا كبيرا في هذا المهرجان. كنت هناك في برفقة يعني رجال الأعمال الخليجيين، نعم، في المؤتمر الاقتصادي الثالث. جميل. المغاربي الخليجي. ومن محاسن الصدف كنت قبل عام حضرت وشاركت في مهرجان القصة في أكادير، القصة والشعر في أكادير، وكوني أمينا عاما للجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، الحرة للمترجمين واللغويين العرب، فرتبوا لي لقاء في مدينة تطوان، تطاوين في اللغة يعني. جميل جدا. لكن أحبابنا، أحباب قلوبنا، أنت تعرف يعني أنا من الناس المحبوبين جدا في المملكة المغربية. المحبة نعمة. هذه ليس من داعي يعني الغرور. المحبة نعمة، والتحديث للنعم أمر حسن وحميد وجميل. أولادي دائما بيقولوا لي أنت رحت على المملكة المغربية، كل زياراتك اجتمعت مع المسؤولين وكبار القوم، لكنك لم تحتك بأهل الصقيع والوسطاء من الناس والكادحين. لكن هكذا قدرنا يعني. كان والله وكتبت كثيرا عن، لكن هذه الحلقة نخصها لل. اقرأ ما تحب، قل، تفضل. أنا حسب طلبك وبدك ما تأخذني أنت والمشاهدين يعني، نعم، مع احترامي لهم. ولك حرية أن تقول ما تحب. كنت جالس، كانت رحمه الله صديقي يعني مهندس العرس التطواني فيما بعد زكريا الشراط، نعم، كان معي في فندق موفنبيك طنجة. لعبت في بالي وقت يعني يوم أنه أنا هذول جماعة من سنتين دعوني لزيارة تطوان. نعم. لكن أصحابنا الدكتور إسماعيل زويرق، مرة ذهبت إلى المملكة المغربية لتسليمه شهادة الدكتوراه الفخري من الجمعية في حفل جميل جدا، ممتاز، كان لا ينسى في المملكة المغربية. هناك يعني أصروا مرتبين لي 15 يوم من جامعة إلى جامعة ومن مدرسة إلى مدرسة، وبعض الأمسيات الشعرية وأجواء الشعرية ليلا.
اليوم اللي بدنا نروح فيه على تطوان لم يبقى فيه وقت، انتهى. اعتذروا مني، اعتذرت منهم واخذوا علي موقف. فاليوم اللي رحنا بعد سنه مع رجال الاعمال الى طنجة، الله ينعم عليه، ماذا فعلت حينها؟ فقلت استغل الموقف واقرا شعرا. تطوان بعيد 50 كيلومتر عن طنجة. الشاعر العربي السوري ياسر طويش بالتزامن مع المهرجان الاقتصادي الثالث لرجال الاعمال يزور تطوان، يدعو الى المهرجان الشعري الاول لتكريم مدينه تطوان. جميل جدا والله. هذا انا افضل في حلقه ثانيه ان شاء الله. خير ما فيه اعتذار لاهل تطوان. أيوة. ان تفعل وان تقدم مهرجانا. بالليل انا لن نتكلم عن المهرجان لانه كان ملكي بامتياز، لكنه من الجميل ان يعني ترد الفضل لاهل تلك المدينه. وكان مهرجان جميل جدا. هذا اعتذار عملي. كان ان شاء الله في لاحقا سنتحدث عن المهرجان، سيكون بيننا حديث ايضا عن المهرجان بشكل مقتضب بعد فاصل قصير. ايضا سنتحدث عن المهرجان قليلا بعد قليل. انا بدي لبيك على المقطوعه اللي طلبتها. تفضل. يعني فقط تلبي لرغبتك. تفضل. وان كنت ساخرج قليلا عن النص. لا مشكلة. استاذ مع زكريا الشراط بيقول لي ابو علاء عاملين هون بالفندق يعني رئيس الوزراء أستاذ الوزراء يعني وأعضاء ورجال الأعمال الكبار في حفل بالصالي. قرأت به قصيدة؟ لا. فقلت له أنا أريد كسب الوقت فقط. والله تعرف. فدخلنا ذهبنا. تفضل. فتاة أمازيغية عم بتأدي حلقة غناء جميل جدا ورائع مبهر يا أخي. أنا لا أجيد اللغة الأمازيغية لكن استمتعت في غنائها في أداء. كتبت جميل. قصيدة؟ أيوة. فقلت لزكريا. سمعنا القصيدة لكسب الوقت. قلت لزكريا. تفضل. يا زكريا ادعو الأنسة تجلس معنا. نريد القصيدة. نريد أن نسمعها أربع أبيات رد مع جميل. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ إذا فضلت خاتمة تؤكد أنك الأغلى. إذا فضلت خاتمة تؤكد أنك الأغلى. وأن زمانك للبدوي إيه؟ والغجري قد ولى. وأن أدائك الأخاذ يهدي للمسى فلا. الله ما أجملها من رائحة. هذه أذين لك بها يعني أكمل. كلمة الفلة. وأن أدائك الأخاذ يهدي للمسى فلا. وأن قوامك الفتان لا أشهى ولا أحلى. وأنك أنت قاتلتي فيا أهلا ويا سهلا. فأهلا ويا سهلا بك الحبيب أستاذ ياسر طويش الشاعر السوري. متواصلون أكيد معك وفي جعبتك الكثير من الجمال، لكن لابد من فاصل قصير الآن. مشاهدينا الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. يا بنت عمي مرت الأعوام وتفتحت عن زهرها الأكمام، ولبست أثواب الشباب قشيبة ونما كأعواد الربيع غرام. قلبان مغتربان أينعت المنى بهما ورفت للهوى أحلام. أمل يراودنا ودون بلوغه نار ويوم هائل وصدام. إنا نعد له
فلا تترقبي أن تشهد العرس البهيج خيام، فهناك في وطن سليب في غد أفراحنا بربوعه ستقام. وطن يعيش هواه ملء جوانح لي في رباه رضاعة وفطام. قد بارك الليمون يوما مولدي فيه ورفرف بالسلام حمام، واليوم حين تعودني أطيافه يهتاج في قلبي أسى وقتام. ذعر الحمام على الغصون فلم يعد يجدو ولم يشرق عليه سلام، وحدائق الأعناب حول بيوتنا لم أدر ما فعلت بها الأيام. قد كان آخر عهدنا بمروجه يوما تمر بهوله الأعوام، لم أدر ساعتها لماذا أسرعت أمي لتحملنا ونحن نيام. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيفنا هنا في الأستوديو معنا الشاعر ياسر طواش من سوريا. حيا الله شاعرنا أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بك أبو علاء في بيت القصيد. وقبل الذهاب إلى نقاش مختلف دعنا نذهب إلى قصيدة، وهذه المرة أسمحك عذرا بلا مقدمات، نريد القصيدة. نحن كلنا شوق لشعرك يا رجل، بعيدا عن القصص الجميلة، وإن كان للقصص من الجمال ما فيها، لكن للشعر جماله وقدسيته، ولك الحرية المطلقة، افعل ما تحب. أشكرك. تفضل. ماذا ستفعل هذه المرة؟ ماذا ستقرأ؟ أخشى أن يكون النص مفاجئ. هي نهى. تفضل. لا تخنقي الأشواق، لا نسمع يعني الوقت المتبقي سنستغل فيما يرضي. أنا لن اقرأ ما تحب. لن أخرج عن النص. لا خروج عن النص. لا تخنقي الأشواق بعدي يا نهى. فالشوق في عيني لن يتغير. إيه الله عليك. لا تخنقي الأشواق بعدي يا نهى، فالشوق في عيني لن يتغير. أنا إن رحلت عن الديار فإن لي قلبا تطبق بالأسى وتكدر. الله. قلب يحبك يا نهى ويمضني، ولكم شكى هذا الشقي وما درى. الله. قلب يعيش الحب في خفقاته، يعيش الحب في خلجاته. الله. مهما احتواه البؤس لن يتذمر بوحي بحبك للإله، وخبري كل الذين رأوا بنا ما لا نرى. بوحي بحبك للإله وخبري كل الذين رأوا بنا ما لا نرى. قولي لهم أن تعاهدنا على ألا نفرط بالهوى مهما جرى. قولي لهم ما كان يوم عرفتني، بل ذكر الدنيا لكي تتذكر. إن كان حبك يا نهى سيميتني، سأموت فيك لكي أحبك أكثر. سأموت فيك لكي أحبك أكثر. جميل هذا الحب، وجميل هذا الوفاء، وجميل هذا النفس النقي التعبير عن المشاعر. لما قرأت النص هرت أدمعي وبكيت من فرط الهيام تأسف. والله تسقط يا مطر. لما قرأت النص
هرت أدمعي وبكيت من فرط الهيام تأثرا. لا تسألوني كيف أبكي، فالهوى يا ما على المحبوب مر وكابر. والله لما قرأت النص قالت زوجتي: ما قصرت لكن فؤادك قصر قصر. وتساءلت ليلى ودعد تحيرت: ماذا عساه قلب إن هو أنكر. حتى أتى يوم اللقاء وعدت من سفري معافى للحبيب مبشر. يا الله جميل هذا. حتى أتى عزفي إليها مبشرا رد يرق له النسيم إذا سرى. قالت أحبك، قالت أحبك، عطرت أنفاسها حتى الثرى، فلسمت حبات الثرى. الله، قالت أحبك، عطرت أنفاسها حتى الثرى، فلسمت حبات الثرى. قالت أحبك ثم غضت طرفها وتوردت خجلا وغابت أشورا. وتوردت خجلا وغابت. وتراقص الورد على أنغامها والفل فتح والقرنفل كبر. الله. حتى أتى يوم اللقاء، سأختصر لك قليلا، افعل ما تحب. حتى أتى يوم اللقاء وعدت من سفري معافى للحبيب مبشرا، وازور أهل الحي حين ذكرتها، واصفر وجه أبيها، ثم تكور واغبرت الآفاق، ثم تبدلت شمس الأمان واختفت خلف الذرى. أواه يا ولدي، أواه يا ولدي. وقوس ظهرا واهتز من ألم وصاح تضورا: الله، لما قد رجعت إلي أنت، لما قد رجعت إلي لما أنت، قد رجعت إلي أنت. وضمني وبكى على كتفي ثم تقهقرا: اذهب إليها فهي غافية هناك بقلبي طيات الثرى. أواه يا ولدي. وسرنا إلى النهى فوجدتها عصماء لم تتغير، وعلى شواهدها تبدت أحرف شعرية تغريك أن تتبصر: إن كان بعدك يا حبيبي هدني فأموت فيك محبة وتصورا. فحضنتها فإذا الحرارة في دمي، فحضنتها فإذا الحرارة في دمي والنار في قلبي وفي كف الثرى. وأكاد أقسم قد سمعت، قد سمعتها عندما همست إلي أتيتني متأخر. وأكاد مجددا، وأكاد أقسم قد سمعتها عندما همست إلي أتيتني متأخرا. يا إلهي، من هذه المشاعر الصادقة التي تعبر أحيانا عن وجع لكثير من الناس، وليس بالضرورة أن تكون عبارة عن تجربة ذاتية منغلقة على الشاعر، وإنما أيضا تحاكي تجارب الكثير من الناس الذين لم يجتمعوا بأحبتهم وفاتهم الوقت فبكوا على أحبابهم وهم تحت الثرى مغيبون عنهم وبعيدون ويصعب استعادتهم للأسف. كم من القصص التي
يعني تأخذنا إلى مسارب الدمع أستاذ ياسر، وتذكرنا بضرورة أن يعني نعيد حساباتنا قبل أن يفوت الأوان، أليس كذلك؟ يعني أنا أخ مصطفى، أعوذ بالله من كلمة، أنا لا أستطيع أن أكتب القصيدة الغزلية يعني بالنأي عن وطن. الوطن عندي قضية القضايا، فأريد أن في الوقت المتبقي لأنك أنت يا وطن. نعم. أما بيضت مفارقنا؟ إيه. وقلبنا بالأسى احترق، أما جفت مآقينا فسل عينا وسل حدقا. الله. أما بيضت مفارقنا وقلبنا بالأسى احترق، أما جفت مآقينا فسل عينا وسل حدقا وسل سفاحنا الجذاب. إيه. كم أرواحنا زهق، دمانا كم وكم سفكوا وكم شريان، كم عرق وسل من لا يشرفنا حمار الجحش إنها يا إلهي. وسل حتى غراب البين، وسل حتى غراب البين، كم في حينا نعق، وسلهم سل ملوك الأنس والجن الذي استرق. يا الله. سل الغابات، سل الغابات والأشجار سلها من بها زعق. إيه. بحار الدم خضماها، فسل عمن بها غرق. بحار الدم خضماها، فسل عن من بها غرق. وسل. إيه. وسل رب السماوات وسل فرعون إن نطق، وسل عنا طيور الحب والجوري إذ عبق، وسل عنا طيور الحب والجوري إذ عبق، وسل فلا وياسمينا، وسل نسرين أو حبق، وسلها الشام تنبينا، وسل غسقا وسل شفقا وسل بردا، سل العاصي وطيف الشمس مؤتلقا. الله. وسل روحي وسل هدمي، وسل روحي وسل قلبي، لكم صعقا لكم شهقا لكم قاسا وما آسى، لكم عانى لكم صعقا، وسله دمي وسله فمي. إيه. على الطاغوت كم بصقا. يا الله يا الله يا الله. جميل جدا. الوقت المتبقي، هناك وقت متبقي لقصيدة لكننا نريدها غير خالية من التفاؤل وفيها شيء من الأمل، يعني قصيدة الآن ستكون مسك ختامنا وعيد لأولنا وآخرنا، وكل قصائدك فيها من الأمل ما فيها الحبيب أستاذ ياسر. نعم. فنحن نريد للختام أن يكون مميزا قليلا وفيه التفاؤل ولا يغيب، وروحك فيها من التفاؤل ما فيها. لن نخرج. أخرج عن النص كيفما تحب. خروجك عن النص جزء من النص. يا سيدي. تفضل. هذه القصيدة نشرت في جريدة البعث في الجمهورية العربية السورية. لكنهم أنا أخذ عتبي عليهم، أخذوا القسم الذي شيروه لصالح النظام وتركوا القسم الذي يدعو إلى، أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا من الناس الذين يدعون دائما للم الشمل ورأب الصدع وجبر الكسر وإعادة بناء ما تهدم.
بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد بمختلف ألوانه وأطيافه. وكثيرون أكيد معك في هذا الطبع. نعم. أما إلى القصيدة. مصالحنا، أجبني مصطفى أرجوك، أما ضاعت مصالحنا، أما شلت أيادينا، أما وقصفت أعمارا، أما ناحت أغانينا. والله. وعن أما وقصفت أعمارا وعن عظم تشفينا وعن جسد تبعثرنا وعن روح تعرينا بحاضننا الذي تندى له جبهات ناشينا. فسل عنا بني جولان، سل لبنان أو سينا، وسل تشرين يعرفنا، فقد كنا شواهينا. الله. إذا تذكرت يا وطني فأبكي حرقة حينا. أما يكفيك يا وطني الذي فضعته فينا؟ أما يكفيك يا وطني الذي فضعته فينا؟ تهجرنا؟ إيه؟ تشتتنا؟ على الطرقات تلقينا لتنهشنا كلاب الكون في الرمضاء تلقينا وتعلم أنك الأغلى بحاضرنا وماضينا. وتعلم أنك الأغلى بحاضرنا وماضينا. كان لقاء عذبا شيقا جميلا، ومضى الوقت خاطفا. رفقتك الحبيب أستاذ ياسر طويش، لابد من كلمة في الختام للتاريخ، للإنسان، لمن تحب، كلمة جامعة مانعة، ماذا عساك قائل؟ والله سأختم هذا اللقاء بك. لعيونك تشتاق عيوني، وفؤادي يرسل أشواقا، لا ينبض عرق بفؤادي إلا ويغرد مشتاقا. يا مصطفى لا يوجد أغلى منك علي. أشكر. ورب الكعبة إطلاقا. والله ويعلم أنا سأكتفي الله بهذا اللقاء اليوم. تسلم يعني أستاذ، كنت سعيد جدا. كل عام وأنت بخير، والجمهور العربي وجمهور القصيدة العربية بكل خير، وأهلنا في سوريا والعراق وفلسطين وكل دولنا العربية والإسلامية. أسأل الله أن نلتقي في بغداد بإذن وفي دمشق في عاصمة الأمويين. شكرا. وأن تكون يعني لقاءاتنا دائما بإذن الله في طاعة الله إن شاء الله، وأن يهيئ لهذه الأمة من يعيد أمجادها بإذن في الله. عصبة هيئات الأمم. شكرا لك أستاذ. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير دائما. إلى اللقاء.